لقيت بهاي النخلة فختايا مسوية عشوم بيضة بيها والحر والشمس كله عليها وجيت ألزمها بالشردت. أوه يا هلا بالحلوة، تعالوا يا خلنا ننقذ الفختية من الشمس. جبت الشغلات اللي احتاجهن على مود أخلص الفختية من الشمس، وكسرت هاي الخشبة وخذت لي قطعة من يمها وخليت بيها أودة وشديتها بالسيامة، وجبت هذا البطل وقصيته بهذا الشكل وخليته بنص أوتين وشديته كل الزين ولزمته وترسته مخلوط أو لقط. وهسه تعالوا يا نسوي فيل الفختاية. جبت الخشبة وخليتها بهذا الشكل على مود الشمس ما تلوح البيض ويخرب، وجبت المخلوط وخليتها بصف البيضات على مود تاكل وترجع تنام. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.